السلام عليكم زوار موقع القصبة ويب. اليوم نقدم لكم درس جديد من دروس موقع القصبة ويب، وفي هذا الدرس نشرح لكم كيفية عمل هارد ريسيت لهاتف سامسونج جالاكسي الايس، يعني هذا الهاتف، يعني يوجد نوعان من هذا الهاتف. يعني كما تشاهدون معي، يعني هذا الهاتف يتأقلم بإطفاء الهاتف. يعني كم تشاهدون معي، سامسونج موديل جي تي تيري اس 58-30E، ويوجد نوع آخر من هذا الهاتف سامسونج جالاكسي جي تي اي تيري اس 58-30E. يعني كما تشاهدون معي، ويمكنك تمرير نفس الفلاش، يعني فلاش سامسونج 58-30E الى سامسونج 58-30E والعكس صحيح. كذلك يمكنك تمرير فلاش 58-30E الى 58-30E، يمكنك تمرير ذلك الفلاش الى هذا الهاتف والفلاش الخاص بهذا الهاتف الى الهاتف الاخر، يعني دون تضرر الهاتف. يعني كما تشاهدون معي، تقوم بعمل هارد ريسيت للهاتف، تقوم بايصال البطاريه، وبعدها تقوم بالنقر على زر رفع الصوت، يعني كما تشاهد معي هنا، وزر الهوم هنا، وزر الباور، يعني على هذا الشكل، ثم هنا زر الباور، وتنتظر تشغيل الهاتف. يعني بعد تشغيل الهاتف تقوم ب، يعني كما تشاهد معي الآن، يعني ستأتينا هذه الشاشة على، ستأتينا هذا الخيار على هذا الشكل. هنا سنختار ويب داتا سلاش فاكتور ريسيت، وبعدها سنضغط على الهوم، يعني كما تشاهد معي هنا، ثم نقوم بالهبوط الى yes delete all user data، ثم اوكي. وهنا ننتظر كما تشاهد معي formatting cache data web completed. يعني هنا سنقوم بعمل reboot system now، نضغط على اوكي. يعني كما تشاهد معي الان يتم يعني اعادة تشغيل الهاتف. جيدا، ننتظر إعادة تشغيل الهاتف. يعني كما تشاهد معي، سامسونج جالاكسي ايس جي تي اس 58-30E. يعني هنا ننتظر تشغيل الهاتف. يعني كما تشاهد معي الآن يشتغل الهاتف. يعني كما تشاهد معي سيأتينا هذا الخيار، سأضغط على شعار الأندرويد. يعني كما تشاهد، بعد الضغط على شعار الأندرويد سأقوم بالهبوط قليلا والضغط على خيار انيوري، ثم أقوم بالهبوط قليلا وإزالة هذه العلامات من هنا، والضغط على خيار سويفونت، ثم الهبوط قليلا وإزالة كذلك هذه العلامات، والضغط على خيار سويفونت مرة أخرى، والانتظار قليلا، يعني سيشتغل الهاتف. يعني كما تشاهدون معي الآن الهاتف اشتغل بشكل عادي. وإلى هنا ينتهي درسنا، وأعدنا في الدرس القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.